الفليب فلوب بيشتغل ازاي؟ بيشتغل على الداون ايدج بتاعه الانبوت. يعني ايه الداون ايدج؟ اللي هي دي اللحظه اللي بيحصل فيها نزول، اللحظه اللي هي الحته دي، الحته دي بسميها الداون ايدج او الحافه المنخفضه بيسموها داون ايدج. يعني اول ما يحصل نزول الايه الفليب فلوب بيغير حالته. ركز معايا كده، اول ما يحصل داون ايدج يعني فين الداون ايدج اللي بعدها؟ الداون ايدج اللي بعدها اهي، فين الداون ايدج اللي بعدها؟ الداون ايدج اللي بعدها اهي. تمام، الفلوب فلوب بيغير حالته، مش بيدي واحد، هو بيغير حالته. يعني لو واحد يبقى زيرو، لو زيرو يبقى واحد. الفليب فلوب بيغير حالته اهي، كونفيرت ستيتس، ما قلتش بيدي واحد، قلت بيغير حالته، بيغير حالته مع كل داون ايدج. تمام، مع كل داون ايدج يعني ايه؟ تعال بص كده معايا على الشكل ده، لسه ما ظهرش داون ايدج، الاصل بتاعك زيرو اهو، مخرج زيرو اهو. تمام، طلع واحد، حصلت اول بلصايه، لسه مديك زيرو اهو، لحد ما راح عامل ايه؟ راح عامل داون ايدج، راح الفليب فلوب مغير وضعه من زيرو اصبح واحد، ويفضل على واحد لحد ما يلاقي داون ايدج جديده. بيغير وضعه لما يلاقي داون ايدج. هل دي داون ايدج؟ لا، دي طالعه مش نازله. لحد هنا كده مفيش داون ايدج، اول ما يلاقي داون ايدج يقوم مغير وضعه، غير الستاتس بتاعته ورجعها زيرو تاني، ويفضل زيرو لحد الداون ايدج اللي بعدها. تمام، ويفضل واحد لحد الداون ايدج اللي بعدها، وهكذا. تمام، يبقى الفليب فلوب داخل له ترين اوف بالسز، بيغير حالته مش بيدي واحد، بيغير حالته مع كل داون ايدج، مع كل داون ايدج بيغير حالته. يعني لو كان واحد وجاله داون ايدج يبقى زيرو، ويفضل زيرو لحد الداون ايدج اللي بعدها يرجع واحد، لحد الداون ايدج اللي بعدها يرجع زيرو، وهكذا. تمام كده؟ طيب، يبقى انت عندك هنا، لو انت عندك في الاصل بتاعك مطلع زيرو وده مطلع واحد، لحد اول داون ايدج يقوم ده مخرج واحد وده مخرج زيرو، ويفضل واحد وزيرو لحد الداون ايدج اللي بعدها، اول ما يجي له داون ايدج يبقى ده زيرو وده واحد. تمام، الداون ايدج اللي بعدها واحد زيرو، يبقى ملوش علاقه ببدايه البلس، هو ليه علاقه بنهايه البلصايه. يعني كل نهايه بلس اللي هي الداون ايدج بتاعته، فهو بيغير حالته كل داون ايدج. جميل، ده الفليب فلوب. انا لسه ما اتكلمتش عن انواع الكاونتر دلوقتي، انا بس بتكلم بشكل عام انترودكشن كده عن الكاونتر، الباينري كاونتنج ازاي بيشتغل، و ايه الديفايس اللي انا هستخدمه في الكاونتنج. تمام، في الكاونترز بشكل عام هو مينلي بيكون الفليب فلوب. عرفنا الفليب فلوب الدراعات بتاعته او الارجل بتاعته، وعرفنا الاوبريشن بتاعه شغال ازاي. طيب انا هستخدم الكلام ده ازاي في الكاونتنج بقى يا جماعه، في الكاونترز بقى؟ حاجه اسمها الكاسكيدد فليب فلوب. كاسكيدد يعني ايه؟ ورا بعضها، حاجه بتسلم حاجه، فليب فلوب بيسلم فليب فلوب بيسلم فليب فلوب، وهكذا، ده اسمه الكاسكيدد. تمام، فالكاونترز بقى قايمه على فكره الكاسكيدد فليب فلوب. يعني خلينا نقول اول حاجه الايه، الديكيت كاونتر اللي هو اول نوع بقى، دي بدايته الديكيت كاونتر. تمام، لحظه، الديكيت كاونتر ده يا جماعه، تمام، طيب ده هيشتغل ازاي؟ تمام، حسب انا فليب فلوب، بس كل فليب فلوب بحيث الخارج بتاعه يبقى هو التريجر بتاع الفليب فلوب اللي بعده. تمام، الفليب فلوب 2 مثلا يكون هو الاول بتاعه، يكون التريجر بتاع الفليب فلوب اللي بعده، بيسموها كاسكيدد، يعني حاجه بتسلم حاجه، الكاسكيدد. تمام، فليب فلوب دي اللي هي ايه المقصود بيها؟ انه بيسلم بعضه، تمام، ورا بعضه كده، واحد بيسلم الثاني. تمام، اللي قدامك دوت 3 بت، 3 بت كاونتر، ديكيت كاونتر، 3 بت، 3 بت. طيب ده بيشتغل ازاي؟ انت عندك الانبوت ترين اوف بالسز جايه من كلوك، جايه من كلوك، ترين اوف بالسز اللي هي فوق مكتوب الانبوت دي. تمام، طيب المفروض الاوتبوت اللي خارج من الفليب فلوب الاولاني هيسلم الفليب فلوب الثاني. تمام، يبقى الدخل بتاع الفليب فلوب الثاني اللي هو خارج الاول. طيب بعد كده الخارج بتاع فليب فلوب 2 هو دخل 3. تمام، هو دخل 3، بحيث دلوقتي انت عشان تقرا
فين الموست سيجنيفيكانت بيت اللي هو الاخير ده، ده الموست سيجنيفيكانت بيت وده اللوست سيجنيفيكانت بيت، بحيث مثلا لو عندك 0 وهو 3 بت، 3 فليب فلوب يعني 3 بت اهو، 3 اصفار، فين اللي بيقرا لك الموست او فين الموست؟ الموست اهي تمام، فين اللوست؟ اللوست اهي، يعني بمعنى صح اللون ده فاتح الايه؟ اللون فاتح مش شايفين. حالا نمسحه تاني ونعمله بايه؟ بلون تاني. بص يا باشا تمام، احنا قلنا كاسكيدد، يعني ايه كاسكيدد دي بقى؟ كاسكيدد دي المقصود بيها ان كل واحد بيسلم التاني، بمعنى اصح خرج الاول يبقى هو دخل التاني، زي كده اهو، خرج الاول داخل على التريجر بتاع التاني، وخرج التاني داخل على التريجر بتاع التاني. طب ده كام بت الكاونتر اللي قدامك ده؟ ده 3 بت، كل فليب فلوب بيديك بت تمام، بحيث ان ده الموست سيجنيفيكانت وده اللوست سيجنيفيكانت تمام، الاخير هو الموست والاول هو اللوست تمام. فانت عندك 3 بت، فلو فرضنا اهم ادي ال 3 بت بتوعك، 3 بت بتوعك اهم تمام، فين الموست فيهم؟ ده الموست اللي هو اللي على الشمال، واللوست اللي هو على اليمين تمام، واللوست اللي هو على اليمين. فالموست اللي هو ده اللي هو خارج كيو 2 تمام، ثم كيو 1 ثم كيو 0، يبقى ده الموست ده هو هو كيو 2 حسب الرسمه اللي قدامك، فوقك على طول، فوق على طول دي اهي، وده هو كيو 1 وده هو كيو 0، هو كيو 0 تمام. طيب الكاونتر ده تمام، لو عايزه يعد، انا هنا مثلا عامله يعد 7 عدات، 7 كاونت، 1 2 3 4 5 6 7 تمام، السبعة تكافئ كام باينري؟ السبعة تكافئ كام باينري؟ 2 أس 0 زائد كام؟ 2 أس 0 بواحد، 2 أس 1 بكام ديت؟ باتنين، واتنين أس اتنين، واحد اتنين تلاتة واربعة سبعة تمام. يبقى انا محتاج 3 بت، يعني بمعنى اصح واحد 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 يكافئ 7. لو عندك 3 وحايد دي معناها تديك 7، ما هو الواحد الاولاني دي يعبر عن كام؟ 2 اس 0، والواحد الثاني يعبر عن كام؟ 2 اس 1، والواحد الثالث ده يعبر عن كام؟ 2 اس 2 تمام. فلو جمعتوا على بعض كده 2 اس 0 ب 1، 2 اس 1 ب 2 ادي 3، 2 اس 2 ب 4، 3 و 4 7 تمام. طيب ركز معايا بقى الاوبريشن هيشتغل ازاي، هنبص على الرسمه اللي على اليمين، انا بس نمسح العك اللي احنا عاملوه ده. بص يا سيدي البوينت، انت عندك انبوت سيجنال اللي هي دي اللي هي الدخل بتاعك هنا اهو، حلو. طيب داخله مدياك ترينو بالسز جايه من كلوك، جميل. اول فليب فلوب واخد الكلوك دي، اول فليب فلوب التريجر بتاعه واخد الانبوت ده، فليب فلوب بيشتغل امتى؟ مع كل داون ايدج. فتيجي انت على الداون ايدج الاولانيه يغير حالته، على الداون ايدج الثانيه يغير حالته اهو تمام، داون ايدج الثالثه غير حالته واحد، فضل شغال لحد ما لقى داون ايدج اللي بعدها غير حالته، فضل على حالته النهائيه لحد ما لقى داون ايدج غير حالته، فضل على الحاله بتاعته لحد ما لقى داون ايدج غير، لحد ما يلاقي داون ايدج يغير، لحد ما يلاقي داون ايدج يغير، وهكذا تمام. طيب خد بالك بقى من حاجه، الثاني اللي هو ده التريجر الثاني الدخل بتاعه مين؟ مش الكلوك، الدخل بتاعه هو كيو 1 اللي هو ده. فنفس الكلام الفليب فلوب الثاني هيشتغل على
الداون ايدج، بس انهي داون ايدج؟ مش بتاعه الكلوك، مش بتاعه الانبوت، بتاعه الفليب فلوب الاولاني، لان الدخل الاولاني دخل الثاني جاي من ايه؟ من خارج الاولاني. تمام. فاول ما يلاقي داون ايدج جاي من الاولاني يغير وضع اهو، جميل، لحد ما يلاقي داون ايدج جديده اللي هي هنا اهي، يغير وضع، لحد ما يلاقي داون ايدج جديده اللي هي دي يغير وضعه، لحد ما يلاقي داون ايدج جديده يغير وضعه، وهكذا. تمام. نيجي للاخير اللي هو خا، واخد من كيو 1، واخد من كيو 1. تمام. ده انت عندك كم بلصايه هنا حاليا؟ بلصتين. كيو 1 هو كم بلصايه؟ 2. تمام. فيها كم داون ايدج؟ 2. ما كل واحده فيها واحده داون ايدج اهو، يبقى يغير حالته مره. اهيت كان صفر اصبح واحد، رجع صفر تاني عند اول داون ايدج، غير حالته. تمام. بعد كده رجع صفر تاني. طيب تعال نقرا كده الوضع بتاعنا شكله عامل ازاي دلوقتي. اقرا كده عند ايه الوضع بتاعك عامل ازاي دلوقتي. بص معايا كده، عند منتصف كل فتره، عند منتصف كل فتره يعني ايه؟ في النص بتاع دي وفي النص بتاع دي، ده المقصود بمنتصف كل فتره. هتقيس لي انت عند منتصف كل فتره، في النص بتاع دي وفي النص بتاع دي، النص بتاع دي وفي النص بتاع دي. تمام. اهي تاني من الاول، واحده واحده، ركز معايا مش نعرف اقرا الارقام بقى اللي خارجه. خلينا نشوف الخارج بتاعك هو فين. اللي خارج من الثلاثه فليب فلوب، خارج الثلاثه فليب فلوب، يعني ممكن اعمل كده. بص كده معايا بس، امسح الحته دي كمان بالمره. ممكن اجي اقوم اعمل كده، اخد خارج الاولاني مع خارج الثاني مع خارج الثالث على شاشه ديجيتال اهي، فيديك مثلا صفر صفر صفر. كل خارج مديك ايه؟ يا واحد يا صفر. ما انا واخد الثلاث خارجات اهم، ادي خارج اثنين ثلاثه. تمام. بدخلهم على شاشه باينري، على شاشه باينري. ممكن مش شرط شاشه باينري، انا اوريدي هخلي ده جوه الجهاز، انا هدخلها على شاشه ديجيتال. شاشه ديجيتال هي هتديني الرقم على طول كام بالظبط، مش مطلوب مني اكون عارف 000 معناها ايه. هو جوه الجهاز هيعالج الموضوع بتاع 000 دي، ويقول لك في الاخر على شاشه ديجيتال كده نهائيه الرقم اللي يقابل 000 ده بكام. تمام. اهو هقيس بقى عند منتصف كل فتره اللي هي الخط ده، منتصف الفتره الاولانيه دي. تمام. فهتلاقي عندك ايه؟ اول فليف لوب الخارج بتاعه صفر، ثاني فليف لوب الخارج بتاعه صفر، ثالث فليف لوب الخارج بتاعه صفر. يبقى انت لو جيت ترتب من اول الموست لحد اللوست يبقى 0 0 0 اهم، كيو 2 ثم كيو 1 ثم كيو 0. تمام. يبقى 0 0 0 يبقى الخارج 0. تمام. تعالى في منتصف الفتره اللي بعدها اللي هي دي، 1 0 0. بس ده واحد بتاع مين؟ بتاع اللوست. ما احنا قلنا اللي فوق هو اللوست واللي تحت هو الموست، يبقى 1 او 0 0 1 بقى. خلينا نقرا من الشمال لليمين، 0 0 1. طب 0 0 1 دي تكافئ كام؟ اهي 0 0 1. الواحد دي 2 اس 0 زائد الواحد الصفر دي 2 اس 1 زائد الصفر دي 2 اس 2. تمام. طيب يبقى انت عندك 1 اللي هي الاولانيه زائد 2 اس 1 بس مضروبه في صفر، و2 اس 0 بس 2 اس 2 بس مضروبه في صفر، يبقى هو 1 بس. تمام. او مش شرط تمشيها كده، يعني انت اهي ممكن تمشيها بالاسهل شويه، اهي تيجي تقولها كده. انت عندك دلوقتي البوينتر 0 0 1. تمام. تيجي كده من اليمين بقى المره دي، تبدا من اليمين كده، دي بواحد، دي باثنين، دي باربعه، دي بثمانيه، دي ب 16، دي ب 32، وهكذا. يبقى 1 2 4 8 16 32 اللي بعدها 64 وهكذا. طبعا الارقام دي اصلا محفوظه من كثر تعاملنا مع الكمبيوترز اصلا بشكل عام، فانت عارف 32 و 64 والكلام ده كله، 128، وطبعا اللي هي الايه؟ المساحات بتاعت الموبايلات، يعني مثلا 256. طب ليه ما فيش مثلا 250؟ تمام.
مثلا مساحة الموبايل 132 مش عارف 16 4 مش عارف كام 64. طب مش معنى 16 و 32 و 64 ليه ما كانش حاجة بينهم؟ عشان دي فانت اوريدي الارقام دي اصلا في دماغك من تعاملك مع مساحات الموبايل مثلا، تعامل اي حاجة مع الكمبيوتر فانت عارفها اصلا، من الموضوع مش اختراع يعني، او بالآلة الحاسبة، او بالآلة الحاسبة زي ما علمتكم المرة اللي فاتت، تمام زي ما تحب يعني. طيب فانت عندك لو بتقرا من الشمال لليمين بقى تحت بقى كده، لحظة نمسح العك كده اهو، نرجع لتحت زي ما كنا مشاورين كده، واحد او مش شمال اليمين بقى، زيرو زيرو واحد، دي تعبر لك عن كام؟ تعبر لك عن واحد. تعالى المنتصف اللي بعده هتلاقي ده زيرو وده واحد وده زيرو، فاصبح عندك قرايتك ايه؟ زيرو واحد زيرو. اقرا من تحت لفوق يعني، زيرو لو انت تقرا من الشمال لليمين يبقى من تحت لفوق، زيرو واحد زيرو. زيرو واحد زيرو يعني كام؟ واحد اثنين اربعه، والواحد والاربعه بصفار، فالاثنين بس هي اللي موجوده. طيب تعالى المنتصف اللي بعده، منتصف الفتره اللي بعده اهو، زيرو واحد واحد يعني واحد زائد اثنين ثلاثه. تيجي اللي بعده صفر صفر واحد، تمام انا اسف، واحد واحد صفر صفر انا اسف، يبقى صفر يبقى اثنين اس صفر اثنين اس واحد، يبقى واحد واحد اثنين دول بصفار، ودي اربعه موجوده اهي، تمام. بعد كده واحد صفر واحد، جميل. بعد كده واحد واحد صفر. طيب السؤال بقى، انت عمال تعد اهي خمسة ستة، تمام، انت عايزه يعمل ريسيت امتى؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال، انت عايزه يعمل ريسيت امتى؟ انا عايزه يعد مثلا لحد سبعة بس. طب سبعة دي تكافئ كام؟ واحد واحد واحد. يبقى لما يدي واحد 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 لازم وقتها ادي اشارة مين؟ للريسيت، عشان يرجع يعد من الاول. طب فين اللحظة اللي بيحصل عندها واحد 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 اهي، اللي هي تكافئ سبعة اهي، الناس شايفاها معايا؟ اللحظة دي خليني امسح اللي قبلها عشان ما تتوهش بس. اللحظة اللي بيحصل عندها واحد 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 اللي هي دي، اللي هي العدة السبعة. طيب انت عايز ايه بقى عند العدة رقم سبعة؟ بص معايا، عايزه يعمل ريسيت، يبقى لازم تبعت اشاره للريسيت، تبعت اشاره للريسيت ان هو يشتغل، تبعت له واحد يعني. بس امتى يبقى عندك الريسيت مديك تدي له هنا واحد؟ يعني عايز تدي للريسيت ده واحد عشان يصفر، وعايز تدي للريسيت ده واحد، وعايز تدي للريسيت ده واحد، جميل. امتى هيصفر؟ انت مرتبط بمين؟ بثلاث ارقام لازم يكونوا واحد، الثلاثه واحد، تمام. فانت اشارتك جاية من ثلاثة فليب فلوب، وكل واحد فيهم واحد، فأنا هاخد من الأوتبوت بتاعي على أند جيت، لازم أند. ليه؟ عشان لما يبقى ده بواحد وده بواحد وده بواحد، يبقى الخارج بتاعك هنا كام؟ واحد. فتاخد السيجنال بتاعت خارج الأند جيت تدخلها على الثلاثة لستة. لكن لو أي واحد فيهم بصفار، يعني عندك الأند جيت الدخل بتاعها، الدخل بتاع الأند جيت اللي هو ده وده وده، لو جيت تلاحظ كده، بص الصفر، بص الواحد، بص الاثنين، بص الثلاثة، مش هتلاقي حالة فيها ثلاث وحايد غير آخر حالة، ما دي مش الباينري. الباينري لو سمحت اللي فاتح المايك، اللي فاتح المايك لو سمحت، مش الباينري انك مش هتلاقي ثلاث مثلا واحد 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 مش هتتكرر ابدا غير في حالة واحدة بس، تمام، حاجة يونيك كده يعني، مش هتلاقي غير ثلاث وحايد غير عند السبعة بس، تمام. طيب انت عايز ايه بقى؟ عايز تصفر عند السبعة او السبعة. طب مثلا لو كنت عايز تصفر عند الستة، عايز يصفر عند الستة، الستة دي كافئ كام؟ اهي تحت اهي، واحد واحد زيرو، اهي الستة تحت اهي، لو انت واخد بالك الستة تحت اهي، تمام، واحد واحد زيرو. يبقى انت هتاخد سيجنال من مين ومين؟ قول لي كده، حد يقول لي كده. كيو واحد وكيو اتنين ادخلهم على اند جيت، من واحد واتنين ادخلهم على اند جيت، بس من واحد فقط واتنين هدخلهم على اند جيت. الاند جيت لو الاثنين دول بوحايد اوريدي هيديك ايه؟ هيدي لك الواحد بتاعتك، فتعمل ريسيت ليه. فالاند جيت متغيره، الانبوت بتاعها متغير، هو الاوتبوت دايما رايح على الريسيت، الاوتبوت بتاعها دايما رايح على الريسيت، بس الانبوت واحد واثنين. واحد واثنين، لحظه هرد عليك بس اكمل الكلام بقول، تمام. الاند جيت الانبوت بتاعها متغير،
ياخد من مين او منين، تمام؟ ده على حسب انت عايز تخرج كام، عايز تعمل ريسيت عند كام، تمام؟ زي ما كنت عايز اعمل ريسيت عند 6 فلقيت نفسي محتاج منين مي من... لا سوري انا اسف احنا كده عملنا غلط، تمام؟ لحظه امسح دي عشان احنا فين الموست وفين اللوست. بس انت عايز 6 الموست يمين بالظبط، الله ينور عليك. طيب انت عايز دي اللوست، يبقى انت مش عايز تاخد من اللوست، عايز تاخد من الثاني والثالث. اهي مش ده الموست، اخر واحد ده الموست واللي قبله، يبقى تاخد من ده وده، من كيو 1 وكيو 2 تاخد من دول على اند جيم، اهم تاخد من دول كده على اند جيم، لان الاخير ده هو اللوست، الاخير ده هو اللوست اللي هو اول واحد، يبقى انت مش عايز تاخد من اول واحد، انت عايز تاخد من الاثنين اللي بعده وحايد، تمام؟ فمكان الاند جيت بتاخد منين او الانبوت بتاع الاند كده كده الاوت بتاع الاند جيت ثابت، الاوت بتاع الاند جيت اوريدي رايح لمين؟ للريسيت، للريسيت للريسيت، تمام؟ ده الاوت بتاع الاند جيت، لكن الانبوت واخد من مين؟ ده حسب ما انا اقول لك انا عايز اعمل ريسيت عند كام، حسب ما انا اقول لك انا عايز اعمل ريسيت عند كام، هتحولها انت الارقام وتشوف ده يكافئ كام وتحط الاند جيت بتاعتك، تمام؟ الانبوت بتاعها جاي منين؟ جميل. طيب هو هنا هتلاقي اهو عند واحد 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 راح عامل ايه؟ رجع راح بدا يعد عمل ريسيت، هتلاقي العده اللي بعدها صفر 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 اللي هي صفر، تمام؟ عمل ريسيت. اتفضل. لو انا مثلا عايز اعمل ريسيت عند 10 اما كده انا هستخدم 4 بيتس بالظبط، ال10 دي تكافئ كام؟ ال10 دي هتبقى بتكافئ كام؟ 2 زائد 8 صح؟ 2 زائد 8 يعني عندك 0 1 0 ادي 1 2 4 1 واحد. يبقى انت عندك 4 فليب فلوب هتاخد من الثاني والرابع، 4 فليب فلوب هتاخد من الثاني والرابع على اند جيت، داخلين فقط على اند جيت، تمام؟ انا ممكن اجيبها لك ازاي في الامتحان، اجيبها لك ترسمها لي على رسم بيانه وتعمل لي ديزاين، تعمل لي ديزاين لمثلا 6 بت فليب فلوب، 4 بت فليب فلوب، 2 بت فليب فلوب، تمام؟ 10 بت فلوب، طبعا 10 كتير طبعا مش هجيب 10 يعني. 10 بت فليب فلوب، فاهمني؟ وترسم لي دي، بس دي لو طلبتها رسم في الغالب هطلبها على رسم بياني، في الغالب دي لو طلبتها رسم، اولا مش هجيبها لك كبيره، انا مش هجيبها لك 10 بت و20 بت والكلام ده، تمام؟ فهترسمها على رسم بياني، تمام؟ فده مهم تبقى عارف الحته دي، لو جبتها كرسم هترسمها على رسم بياني، تمام؟ والديزاين خلاص انت فهمت اللعبه، عدد البت تكافئ عدد الفليب فلوب. والريسيت عند مين بيحدد لي دخل الاند جيت والحاجات دي، تمام؟ طيب ده كان الديجيتال دكتور تيكيت كاونتر. اتفضل. هي الاند ثابته معانا ولا البوابه بتتحط على حسب الدخل او الخارج اللي انا عايزه؟ يعني ايه الاند ثابته معانا؟ الاند موجوده بس الدخل بتاع الاند هو اللي بيختلف، الاند موجوده بس اللي بيختلف معاك الدخل بتاع الاند، الانبوتس بتاعت الاند جايه منين؟ اللي هم دول الانبوت ده وده وده، الانبوت دي جايه منين؟ واخده منين؟ على حسب انا عايز اعمل ريسيت عند كام؟ انا هنا مثلا كنت بقول لك اعمل لي ريسيت عند 7، فانا عايز عند 7 اعمل ريسيت، تمام؟ لو جيت حتى تبص فوق على الترين اوف بالسز عند 7، تمام؟ راح عامل هنا اهو. ليه هتقولي ده ما دي 8؟ بس انت بتعد ايه؟ بتعد 7 كاونت، 7 كاونت بادئه من 0 0 1 2 3 4 5 6 7، تمام؟ فهيبان في الترين ان هم 8 لكن هم اصلا بيتقروا كام؟ بيتقروا 7. يعني واحد يقول لي انا ما عملتش، لو جيت تبص على الانبوت فوق خالص هتقول لي انا ما عملتش ريسيت عند 7، انا عملت ريسيت عند 8 اهي. لا انا مش ببص على الانبوت، انا مش ببص على الانبوت لان انا الديجيتال بتاعي ايه؟ بادئ دايما من 0، الصفر موجود في الديجيتال، فصفر لحد 7 هم 8 بالسز، تمام؟ فال 8 بالسز يكافئ لي 7 عداد او 8 عداد برضه لان الصفر داخل معايا، هيوصلني لحد 7 بس قاري معاك عدى 0، قاري معاك عدى 0، فعند 8 المفروض هنا اهو ما رجعش بقى 9 10 لا ده كمل 1 قصدي ما رجعش ما كملش لا ده رجع 1 2 وهكذا، تمام؟ حسب ما انا قايل له انا عايز اعمل ريسيت عند كام. اللي كان بيسال سؤال يتفضل، اللي عنده اي اسئله يتفضل.
دكتور، هو كان القصد هنا دايما البوابة اللي انا بستخدمها هي بوابة اند، يعني ما بستخدمش نوت او اور او كده. يعني مش هجيب لك الحاجات دي عشان انا مش بمدحنك لوجيك جيت يعني، فاهمني؟ تمام ماشي. ما اظنش ان انا هجيب لك الحاجات دي يعني. انت محتاج ايه تاني يعني؟ الاور مش هحتاجها في حاجة، مش هجيب لك حاجة، مش همدحنك في الحاجات دي عشان ما تعرفش عليك الدنيا. انا طب دكتور، اتفضل. لو عرفنا كلمة ديكيد بمعنى ايه يعني؟ مش فاهم سؤال. ديكيد اللي هي جنب كلمة كاونترز، لو عرفناها تبقى بمعنى ايه؟ يعني ايه لو عرفناه؟ لا يعني عايز افهمها بس. هو اسمه كده يعني، ايه تفهم فيها ايه؟ ديكيد كاونتر هو اسمه كده. اسم الكاونتر ده كده، ديكيد كاونتر. تمام ماشي. طيب نيجي بقى يا سيدي للالكترونيك كاونترز او اليونيفرسال كاونتر. الجزء ده يا سيدي بقى هيبقى المطلوب فيه انك ترسم وتقول كلمتين على ايه، على كل رسمه. تمام. طيب الالكترونيك كاونتر او اليونيفرسال كاونتر فيه كذا اوبريشن مود، كذا اوبريشن مود، فيه توتالايزنج تمام، وفي الفريكوانسي مود، وفي الريشيو مود، وفي التايم انترفال مود، وفي البيريود مود، وفي الافريج مود. تمام. سته مود. تمام. سته مود. يعني ممكن مثلا في امتحان اقول لك اتكلم لي على اربعه منهم مثلا. تمام. اشرح لي اربعه منهم مثلا. تمام. طيب نتكلم على التوتالايزنج مود يا سيدي. التوتالايزنج مود ده ايه؟ عباره عن ديكيد كاونتر واوفر فلو. الاوفر فلو ده عشان يعمل ريست. تمام. لما الديجيتال اسمها ايه، الديجيتال ريد اوت بتاعتك او اللي هي الديسبلاي بتاعتك، تمام، لما تجيب اخرها فيعمل ريسيت للموضوع كله من اوله لاخره. ده خاص بالديجيتال ديسبلاي بتاعتك. تمام. الشاشه اللي بتظهر عليها الايه، الرقم النهائي في الاخر اللي انا بقيسه. تمام. طيب ده بس لو الشاشه مثلا جابت اخرها او خلاص وصلت الاوفر فلو بتاعها فبيعمل ريسيت للموضوع كله من الاول. طيب التوتالايزنج ده شغال ازاي؟ ده عنده انبوت سيجنال. تمام. انبوت سيجنال طبعا ديجيتال بقى، خاصه هنا شغال على كاونترز كلها بالديجيتال، فانت الانبوت سيجنال اللي جايلك دي ده جاي ديجيتال يعني ترين اوف بالس يعني كده. الانبوت سيجنال اللي جايه ديت ترين اوف بالس حاجه زي كده وهكذا، ترين اوف بالس كده. تمام. الاند عشان تشتغل لازم يكون من ناحيتين واحد، يعني هنا في التوب بتاع البالس ويكون السويتش مقفول، يكون السويتش مقفول. لو فرضت ان انا عندي بطاريه 1 فولت فانت جاي لك واحد من تحت وبلصايه من فوق، الهيد بتاع البالس بتاعتك فيديك واحد فيبدا يعدها، يعد الايه؟ يعد البلصايه دي. فاكرين الاسبوع اللي فات لما كنت بقول لك مثلا انا بعمل مثلا ثلاث بلصات يعبر لي مثلا مش عارف عن 5 فولت؟ طب مثلا الفولت اصبح 6 فيبقى عندي مثلا 6 بلصات، عندي الفولت اصبح 7 فعندي 7 بلصات. تمام. فبحد بشتغل انا بالسويتش ده اون اوف اون اوف لحد ما اخرج عدد البلصات اللي انا عايزها. تمام. بشتغل بس طبعا الشغل ده مش يدوي، الشغل ده عن طريق الكترونيك ديفايسز انت مش شغال بالك بيها. تمام. فانا شغال بالسويتش ده، سويتش اون وسويتش اوف، بحيث لما انا اعمل سويتش اون تعد البلصايه، اعمل سويتش اوف فالبلصايه ما تتعدش، لان ساعتها الاند جيت مش هتشتغل. فيطلع لك مثلا لو انت مثلا عندك 10 بلصات انبوت، الانبوت سيجنال بتاعتك 10 بلصات، عملت انا 5 سويتشنج اون هعد 5 بلصات بس، يعني بمعنى صح اشغل واحده وافوت واحده، اشغل واحده وافوت واحده، اشغل واحده وافوت واحده وهكذا، 4 5. تمام. بقى عندك 5 بلص ده هم تخشوا على الديكيت كاونتر اللي كنا بنشرحه قبل كده ايا كان بقى عدد البيتس بتاعته. تمام. فبتحكم غير مثلا لو انا عندي مثلا 20 فخرجت مثلا اول 5 منهم، او خرجت مثلا 3 بقى او 3 دول بس. تمام. فده عن طريق السويتش بتحكم فيه اون اوف اون اوف لحد ما بخرج عدد البلص انا عايزها اللي تكافئ الفولت الانالوج اللي انا قاريه على الترانسديوسر مثلا. تمام. طيب ثاني نوع. طب يا دكتور معلش ثانية، اتفضل. معلش بس النت كان قطع من أول ما حضرتك دخلت في الإلكترونيك، فممكن بس هو تقريبا دقيقة ولا حاجة آخر حتة حضرتك قايلها من أول الإلكترونيك كاونتر. حاضر حاضر. طيب الإلكترونيك
الالكترونيك كاونترز فيهم سبعه او سته مودز، سته مودز او سته انواع يعني، بس بيسموها مودز تمام، مش تايبس، بيسموها مود تمام. فاول نوع هو توتالايزنج مود، ده عباره عن الانبوت سيجنال اللي جايه لك هي عباره عن ترين اوف بوكسز وبطاريه 1 فولت عن طريق سويتش. الاند جيت عشان تشتغل لازم يجي لها واحد من الطرفين، يعني البالس بتاعتك تكون في الهيد بتاعت البالس تمام، وفي نفس الوقت السويتش مقفول. فانا عن طريق السويتش بتحكم في عدد البالسات اللي خارجه الاند جيت، في الخارج هنا اللي على الخارج بتاع الاند جيت تمام، عن طريق السويتش. بمعنى اصح ادخل السويتش يطلع لي بالصايه، افصل السويتش البالسات تختفي تمام. فلو مثلا عندي انبوت 10 بالسات اقدر اخرج خمسه منهم بس عن طريق السويتش ده. بمعنى ممكن اخرج اول خمسه، ممكن اخرج ثاني خمسه، ممكن اسقط واحده واشغل واحده عن طريق السويتش. يعني مثلا جيت اول خمسه رحت مشغل السويتش في اول خمسه، ورحت فاتح السويتش في ثاني خمسه فيظهر لك اول خمسه بس. جيت عملت العكس، فتحت السويتش في اول خمسه وقفلت السويتش مع ثاني خمسه فيطلع لك ثاني خمسه بس. جيت مثلا واحده وواحده فشغل السويتش تعدي واحده، افتح السويتش ما يقراش لان الاند جيت ساعتها مش هتخرج حاجه، اقفل السويتش ثاني يبقى انا عدى واحده وواحده، واحده اون واحده اوف، واحده اون واحده اوف تمام. فبتحكم في النمبر اوف بالسز اللي داخل هنا او الفريكوانسي بتاع البالسز من خلال السويتش ده تمام. وركز في الفريكوانسي بتاع البالس تمام. الفريكوانسي هو يا جماعه البالس بير سكند زي الهرتز، ال 50 هرتز اللي هو الفريكوانسي بتاع السبلاي بتاع مصر. يقول لك احنا عندنا الفريكوانسي في مصر 50 هرتز. يعني ايه 50 هرتز؟ 50 سايكل بير سكند. يبقى عندي مثلا الساين ويف، انتوا خدتوا اي سي ولا لسه؟ تمام، احنا عارفين التردد. عارف الساين ويف بتاعت الاي سي؟ فانت عندك 50 ساين ويف في الثانيه، 50 سايكل بير سكند. طب الفريكوانسي في الديجيتال بقى هو ايه؟ بلس بير سكند، بلس بير سكند، ده الفريكوانسي بتاع الايه؟ بتاع الديجيتال، بلس بير سكند. فاقدر اتحكم في الفريكوانسي بتاعك، اقدر اتحكم في الفريكوانسي بتاعك. بمعنى اصح السويتش ده هيقلل لي الفريكوانسي مش هيزوده، ولا انت رايك ايه؟ ما هو مش معنى ان انا ممكن اقول لك سؤال اقول لك مثلا اشرح لي يبقى لازم اجيب اشرح لي. انا ممكن اقول لك مثلا وات ويل هابن اف لو السويتش ده مش عارف عمل ايه. لازم تكون فاهم، مش دش وخلاص. حتى الحفظ تكون فاهم وبتحفظ ايه، ما تدشش وخلاص، ده المقصود. لان مش شرط اجيبه لك واقول لك مثلا اشرح لي، انا ممكن اسالك فيه هو، اسالك فيه هو فما تبقاش حافظه تمام. ليه؟ الانبوت بتاعك اهو، ركز معايا لو سمحت. انا لسه بتكلم على التوتالايزنج ميد، 1 2 3 4 5. لو فرضنا دي 1 سكند، لو فرضنا ان دي كده 1 سكند ماشي، يبقى انت الفريكوانسي بتاعك كام؟ بتاع ده الكلوك، دي الانبوت اللي داخل تمام، دي الانبوت بتاع ده. الانبوت سيجنال فريكوانسي بتاعها كام؟ 6 6 بالس بير سكند، 6 بالس بير سكند، ده الفريكوانسي بتاع مين؟ بتاع الانبوت سيجنال تمام. طيب جيت انا هنا شغلت السويتش واحده وواحده، يعني واحده اون اشغل السويتش، بعد كده افتح السويتش فاللي بعدها ما تتقريش، بعد كده اجي اللي بعدها اشغل، وبعد كده اللي بعدها اطفي، هتلاقي خارج الاند جيت، خارج الاند جيت هنا عامل كده، اشغل واحده اطفي واحده، اشغل واحده اطفي واحده، اشغل واحده اطفي واحده، في نفس الواحد سكند ده. يبقى الفريكوانسي بتاعك هنا كام؟ 3 سايكل بير سكند، 3 بالس بير سكند. يبقى قل ولا زاد؟ قل. انا ممكن اجي اسالك في حته زي كده، اجيبها لك مثلا، مثلا في امتحان مثلا اقول لك تشوز، مش لازم في الكويز، انا مش هجيب لك المحاضره دي في الكويز، بس اجيبها لك في الفاينل تشوز تمام. الخارج بتاع الاند جيت دي تقول لي ما انا كنت قايل انا اشرحها نظري، وانا قلت لك حاجه انا جبت لك فيها مساله، وانا بقول لك برضه اشرحها نظري بس من فهمك. فالمقصود انك ما تحفظ. الخارج بتاع الاند جيت هنا الفريكوانسي المفروض يزيد ولا يقل عن فريكوانسي الانبوت؟ لا يقل. الفريكوانسي هنا الانبوت وهنا الفريكوانسي بتاعت الاند جيت، الفريكوانسي بتاع الاند. اجي اسالك بقى اقل اكبر يساوي اقل من او يساوي، كسؤال مالتيبل تشويس واكسبلين هواي. ما انا مش هقول لك الايه، مش هقول لك إيه اسمه ده اهو، مش هقول لك قول لي بس وخلاص صح ولا غلط وخلاص، لا هتقول لي ليه.
طب هتجاوب ازاي على ليه؟ بالرسمه دي، هتحط حضرتك الرسمه دي وتحتها الرسمه دي، الرسمتين تحت بعض كده، بتقول لي ان السويتش بيشتغل فتره وبيشتغل فتره وفي نفس الايه بتاع. فانا مثلا جبتها لك كتشوز، وارد جدا اجيب لك كتشوز في الامتحان، تمام، بنفس الواحد سكند، بس هنا الفريكوانسي بتاع الاند جيت اقل، فالشرح هيكون كده. هترسم لي حضرتك الاثنين دول. المقصود ان لو حتى قلت لك عليها نظري ما تصمهاش الموضوع على سبلاس، مثلا برشم الايه الاسماء والكلام، مش هجيبها كده يا سيدي، ممكن اجيب، ممكن اجيبها لك كده وممكن لا، وارد يعني، كل حاجه وارده. فلان حتى لو هتحفظ او هتفهم من حته بقول لك مش عليها مسائل، فمش معنى كلمه مش عليها مسائل ما تشغلش دماغك، تمام، ده مش المقصود خالص. المقصود انك تبقى طالع فاهم شويه حاجات معينه، مش حافظ، ده المقصود، تمام. فحته زي كده ممكن اجيبها لك بالطريقه دي، اجيبها لك كاتشوز، تيجي تقول لي انت في الاخر ما اديتهاش، لا ما انا اديتها بس انت اللي حفظت ما فهمتش، ده اللي انا اقصده، تمام، ده اللي انا اقصده، انك ما تحفظ، افهم، والكتابه بتيجي، الكتابه امرها مش صعب بس افهم، تمام، حتى لو حاجه عارف انها ما عليهاش مسائل، تمام، حاجه ما عليهاش مسائل يبقى انا كده هحفظ، لا برضه مش شرط، لازم تحفظ او لازم تفهم، لان انت اوريدي لو فاهم هتعرف تكتب، فانت مش محتاج تحفظ اصلا. انت لو انت فاهم، انت اللي محتاج تحفظه مثلا الرسمه، الرسمه اقول لك اه تمام محتاج تحفظها عشان تبقى ايه بتاع، بس لو انت اصلا اوريدي فاهمها خلاص، انت مش هي في دماغك اصلا، من فهمك هتعرف ترسمها، من فهمك بس قول هتحفظ الرسمه، بس الاوبريشن بتاع الرسمه مش مطلوب تحفظه، افهمه واكتبه بطريقتك، لخصه في نقط كده، دايما لما تيجي تذاكر لخص في نقط، ده اسهل طريقه للمذاكره، انك تعملها بولت بوينت كده، بوينت كده، بوينتس كده، تمام، تلخص الموضوع، ما تكتبش جمل طويله عشان ما تصعبش على نفسك، اكتبها كبوينت، كبوينت تمام. دكتور لو سمحت، النقطه الثالثه معناتها ايه؟ الايه سؤالك تاني؟ النقطه الثالثه، النقطه الثالثه الاوفر فلو، بس النمبر اوف بولسز اكسيد القرايه بتاعتي الكاونتر كاباسيتي، هعمل اوفر فلو يعني هعمل ريسيت بمعنى اصح. ده بيشتغل لما بيحصل ايه؟ لما بيحصل الكاباسيتي بتاعت الكاونتر، مثلا الكاونتر ده 7 كاونت زي اللي فات اللي احنا كنا بنشرحه في الديكيت كده، ما هو ده ديكيت اهو، الديكيت ده 7 كاونت. طب انت عمال تعد 1 2 3 4 5 6 7 تمام؟ ما اديتش بقى اند جيت، ما عندكش اند جيت انت، تمام؟ فبتدخلها على اوفر فلو، الاوفر فلو يعمل ريسيت للكاونتر للشغل كله من تاني، تمام؟ ده الاوفر فلو بتاعك. طيب ده اول نوع اسمه توتالايزنج مود. طيب النوع الثاني الفريكوانسي مود، الفريكوانسي مود، بص يا سيدي دي اند جيت برضه، خلاص الديكيت كاونتر وديجيتال ريد اوت، خلاص دول خلاص تمام، اللي هنا اللي قبل الاند جيت هو اللي في اللعبه، تمام. انت هتلاقي معظمهم كده اصلا، اند جيت خارجه على ديكيت خارجه على ريد اوت، يعني هتلاقي السته هم زي بعض في الايه، في الحته اللي في الحته دي كده، هتلاقيها متشابهه في الكل من اول الاند جيت وانت طالع دي. هتلاقي هنا اوفر فلو، هتلاقي هنا ديجيتال ريد اوت، دي مش هتفرق قوي يعني. تمام. طيب بس كل اللعب في الانبوت بقى بتاعك، هنا عندك انبوت سيجنال، الاند جيت الثانيه فيها فليب فلوب، ده فليب فلوب مع تايم بيس سيلكتور او تايم بيس سويتش، السويتش ده بيقلب، تمام، الكلوك اهي، تمام، السويتش ده بيقلب ما بين 1 مايكرو سكند، 10 مايكرو سكند، 100 مايكرو سكند، 1 مللي، 10 مللي، تمام، 100 مللي، 1 سكند، تمام. طيب ده الفريكوانسي والتايم بتاعك، الفريكوانسي والتايم بتاعك دي بتفرق في ايه؟ لما اقول لك التايم بتاعك هنا او الفريكوانسي بتاعك، تمام، ده الفريكوانسي اهو، انت عندك علاقه بين الفريكوانسي والتايم صح، اللي هي الايه الهرتز او يسموها الفريكوانسي والتايم اللي هي النمبر اوف بالز، مش انت عندك بتقول الفريكوانسي هو ايه؟ بالز بير سكند صح؟ فريكوانسي في الديجيتال هو بالز بير سكند، يبقى عندك علاقه بين الفريكوانسي والتايم ولا لا؟ نمبر اوف بالز مش الفريكوانسي، هو بالز بير سكند اهو، الفريكوانسي هيساوي بالز نمبر اوف بالزز بير سكند، نمبر اوف بالزز، النمبر اوف بالزز اللي هي ان، تمام، النمبر اوف بالزز اللي هي ان بير سكند، يبقى عندك علاقه بين الفريكوانسي والتايم، الفريكوانسي
طيب اللي هي النمبر اوف بالز من تعريف الفريكوانسي نفسه، النمبر اوف الفريكوانسي هو النمبر اوف بالز بير سكند، تمام. فلو جبت النمبر اوف بالز في طرف هيديك الفريكوانسي في التايم، تمام، الفريكوانسي في التايم. ركز معايا بقى، انا هنا انا بعمل ايه؟ بغير من قيمه الهيرتز بتاعك، الفريكوانسي بتاعك، بقسم على 10. يعني هنا مثلا 1 ميجا، هنا تقسمه على 10، تمام، هنا تقسمه على 10، عمال اقلل الفريكوانسي، عمال اقلل الفريكوانسي بتاعك هنا هنا، تمام، عمال اقلل الفريكوانسي بتاعك كل شويه. مثلا ال 1 ميجا دي هرتز ديت تتقسم على 10، يبقى هنا اقل شويه، تتقسم على 10 ثانيه، يبقى هنا اقل شويه، هكذا عمال اقلل الفريكوانسي بتاع اللي داخل. الاند جيت عماله تعمل ايه بقى؟ تقارن الفريكوانسي هنا بتاع دي بتاع الايه اللي خارج الفليب فلوب، ده خارج الفليب فلوب، تمام، مع الانبوت، مع الانبوت سيجنال. تتوقع مين تكون الجيت بتاعك؟ توقع مين الجيت بتاعك؟ مين يكون الجيت بتاعك؟ البوابه اللي بتعدي وما تعديش، او بمعنى اصح الجيت، عشان انت لو انت مش فاهمها، هي فكره السويتش هنا. هو مين اللي كان ارجع كده للتوتلايزنج، مين اللي كان بيتحكم في مين يخرج ومين ما يخرجش؟ سويتش، صح، بيسموها جيت. دايما الجيت هي المتحكمه في الاوتبوت بتاعك. اوريدي انت عندك هنا ايه؟ ترين اوف بالسز، لكن مين يخرجها؟ مين يقول مثلا ثلاثه يخرجوا وثلاثه لا، اول ثلاثه يخرجوا وثاني ثلاثه لا، مثلا واحده او واحده لا، تمام؟ اللي بيتحكم فيها هو اللي بيسموه الجيت، اللي بيتحكم هو اللي بيسموه الجيت، تمام؟ فهتلاقي كل ده اللي تحت ده بيحل محل مين؟ بيحل محل السويتش. كل الحته اللي تحت من اول فليب فلوب وانت نازل كده بتحل محل الفليب فلوب، اللي بتحدد لك مين يدخل ومين لا، عن طريق ان انا بغير الفريكوانسي او الترين اوف بالسز اللي داخله هنا على الفليب فلوب، تمام؟ الترين اوف بالسز اللي داخله على الفليب فلوب منها بيتغير الخارج بتاعك هنا. بمعنى خلينا نرسمها ويبان، عشان برضه لو طلبتها منك في امتحان مش شرط اطلبها رسم، ممكن اسالك في سؤال ان انت تشوز ومع انك جاستيفاي الانسر، انت ليه اخترت الاجابه دي؟ فلو في الاخر لو في الغالب لو هجيبها تشوز هقول لك جاستيفاي، يعني مش تشوز بس، وغالبا بتبقى الدرجه الاكبر على جاستيفاي. يعني مثلا لو السؤال من 5 مثلا، فالتشوز عليه مثلا درجه والجاستيفاي عليه 4 درجات. لانك لو انت ممكن تغش تشوز، يعني ممكن واحد زميلك يقول لك تشوز كذا، لكن الجاستيفاي هو اللي هيبين لي انت فاهم ولا لا. طيب بمعنى انت لو مدخل على الفليب فلوب 6 كاونت 6 بلس، لو مدخل على الفليب فلوب 6 بلس، ادي 4 5 6، تمام، يبقى خارج الفليب فلوب هيبقى عامل ازاي؟ عند اول داون ايدج هيغير اللي هي دي، تمام، ثاني داون ايدج هيغير، يبقى دي اهي، ده كان هنا 1 وهنا 0، ثالث داون ايدج يغير يرجع ثاني 1، رابع داون ايدج يغير، تمام، خامس داون ايدج يغير، سادس داون ايدج يغير. ركز معايا كده، يبقى انت عندك السته بلسز اللي دخلوا على داخل الفليب فلوب اللي هو هنا اهو، بص معايا فين الحته اللي عمال اعمل فيها احمر دي، سته بلسز دخلوا على الفليب فلوب، خرجوا كم الفليب فلوب؟ اربع بلسات بس، او سوري انا اسف، ثلاث بلسات بس، تمام. طيب لو مدخل على، عشان بس ابين لك ايه فكره الفريكوانسي او الفريكوانسي هنا، اهو ده الفريكوانسي اللي داخل على الفليب فلوب اللي هو تحت ده، هو داخل الفليب فلوب هو الايه؟ الفريكوانسي اللي انا عمال اعمله ايه؟ اقلله ده، تمام؟ طيب لو انا قللت الفريكوانسي شويه عند داخل الفليب فلوب، بدل ما كانوا 6 كانوا 4، 1 2 3 4، يبقى خارج الفليب فلوب عامل ازاي؟ عند اول داون ايدج واللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها هيغير، هيبقى 1 يرجع 0 يبقى 1. يبقى عندك بلسين بس، يبقى الفريكوانسي بتاع الدخل بتاع الفليب فلوب مش هيأثر لك في الخارج بتاع الفليب فلوب؟ خارج الفليب فلوب هيتأثر ولا لا؟ حسب الدخل بتاعي، لو كان عندي 6 بلس فريكوانسي يبقى خارج الفليب فلوب 3،
دي الجيت بتاعتي بقى، اللي تحت دي هي الجيت، اللي تحت دي هي الجيت، هي اللي بتخش على الاندرويد. تمام، انا عندي داخل الفليب فلوب وخارج الفليب فلوب. داخل الفليب فلوب واخد منين؟ واخد من السويتش التايم بيست سويتش اللي انا عمال اغير الفريكوانسي بتاعه. فكل ما الفريكوانسي بتاع السويتش بيختلف بتاع التايم بيست سويتش دوت، اهو لما كان داخله 6 اصبح خارج الفليب فلوب 3، لما كان داخله 4 اصبح خارج الفليب فلوب 2. تمام، فخارج الفليب فلوب هيعتمد على الفريكوانسي اللي انت مدخله، هيعتمد على الفريكوانسي اللي انت مدخله. فانا امسح الكلام ده عشان بقى ايه الرسمه تبان. طيب انت هنا داخل الفليب فلوب معتمد على مين؟ معتمد على اللعبه اللي تحت دي. كل ما غير فريكوانسي كل ما يتغير الدخل، وكل ما يتغير الدخل يتخرج يتغير الخارج اللي هو الجيت بتاع، اللي هو الجيت بتاع اللي هيأثر لك في الاخر. الجيت ده اللي هيأثر لك هنا كانه السويتش، كانه السويتش. تمام، ما البلصايه دي معناها ايه؟ اهي البلصايه دي اللي هي تخرج الجيت اللي هو هنا، خارج الجيت ده. البلصايه دي معناها ايه؟ هنا السويتش كان اوبن كانها سويتش، هنا السويتش كان اوبن، هنا السويتش كان كلوز. يبقى هنا اس كلوز، هنا اس اوبن، زي السويتش اللي كنت انت عمال تعمله هنا ده، بس هنا المره دي مش عن طريق سويتش بقى، ده عن طريق فليب لوب وخارج فليب لوب. تمام، فكانها الجيت بتاعتك ماشيه. طيب بدل فريكوانسي مود بتاعي نخش على اللي بعده. المهم يبقى عندك ايه دايما عشان تشتغل، دايما الفريكوانسي القليل هو اللي بيبقى الجيت، قاعده عامه كده، دايما الفريكوانسي القليل هو الجيت بتاعك. عشان كده الاف بتاع الفليب فلوب اللي هو الكلوك ده لازم يكون اقل من الانبوت سيجنال عشان يشتغل بشكل طبيعي، او الكاونتر ده يشتغل طبيعيا لازم دايما الجيت بتاعتك تبقى الفريكوانسي بتاعها اقل من الانبوت سيجنال. الانبوت سيجنال اللي عندك لازم الفريكوانسي بتاعها يبقى اكبر. تمام، نمسح دي كده، دي الانبوت سيجنال بتاعتك، دي الانبوت سيجنال بتاعتك. تمام، وهنا دخل الفليب فلوب او الكلوك لازم الدخل ده اكبر، لازم الفريكوانسي بتاع ده اكبر. يعني مثلا لو انت عندك السيجنال مثلا دخل 50 بلس بير سكند او 100 بلس بير سكند، فريكوانسي دخل عندك 100 بلس بير سكند. حلو، هتيجي انت الثاني ما ينفعش يبقى اكبر من 50، لازم اقل من 50 اللي هو بتاع خارج الجيت بتاعتك اللي هي هنا، لازم تكون مثلا 20 بالس بير سكند، 30 بالس بير سكند، 40 بالس بير سكند، وهكذا. تمام، طيب بعد كده الريشيو مود. الريشيو مود هنا مش محتاج بقى قيم، مش محتاج قيمه الانبوت واحد كام. اتفضل. هو كان النت فصل عندي من اول بدايه الالكترونيك كاونترز، يعني لو كملت المحاضره افهم الباقي ولا مبني عليه؟ لا لا، مختلف. مختلف يعني؟ تمام ماشي يا دكتور. تمام، طيب الريشيو مود، الريشيو مود انا بشتغل ما بين اثنين انبوت بقى المره دي، وواضح من اسمه ان انا بقارن ريشيو نسبه A ل B. تمام، مين هيبقى الجيت الفريكونسي بتاعه اقل؟ تمام، يبقى واحد عندي انبوت وانبوت B وانبوت A. تمام، اثنين انبوت بس بشغل الجيت مين اللي الفريكونسي بتاعه اقل. يعني مثلا لو الاف اي اقل من اف بي يبقى اف اي هي الجيت. تمام، وساعتها النمبر اوف بالسز هتبقى علاقه ريشيو اف بي على اف اي، كبير على الصغير بمعنى صح، هي النمبر اوف بالسز. لو حصل العكس ان كان بي هو اللي اقل، تمام، فهشغل بي هي الجيت، وساعتها النمبر اوف بالسز اللي خارجه على الاند جيت، تمام، هتبقى اف اي على اف بي، هتبقى معكوس العلاقه دي. يعني العلاقه دي على حسب ان اف اي اقل من اف بي. تمام، انا كل اللي بعمله ده عشان ايه؟ اتحكم في النمبر اوف بالسز اللي داخله على الكاونتر. زي ما كنت بقول المحاضره اللي فاتت، لو انا مثلا عندي 3 فولت دي سي انالوج، تمام، كنت بحوله عن طريق الديجيتال من انالوج ديجيتال كونفرتر للنمبر اوف بالسز زي ما عملنا الاسبوع اللي فات. تمام، فكنت مثلا بقول مثلا انا خرج مثلا عندي 3 بالس، انا مثلا اقول مثلا ال 3 فولت دي سي انالوج يطلعوا مثلا 3 بالس، طب ال 4 فولت يطلعوا 4 بالس، طب ال 5 فولت يخرجوا 5 بلس، وهكذا. فعشان تتحكم في عدد، لان البلسات دي تعبر لك عن قيمه الفولت.
الباصات اللي خارجه دي بقيسها عن طريق قيمه الفولت، تمام؟ حتى تلاقيها ظهرت هنا، لو البلصات تعبر عن قيمه الفولت اهي، بص بلصايه وهنا وهنا، دي مجموعه بلصز اهي عبرت لي عن 1 فولت، البلصات دي عبرت لي عن 2 فولت، البلصات دي اهي مجموعه من البلص، لانها ايه؟ لانه باينري سيستم. انا بس بحاول اربط لك الدنيا ازاي البلص تعبر عن فولت، يعني ما هو ده الباينري سيستم، البلص تديك واحد ومفيش بلص يبقى صفر، واحد وصفر يعني باينري سيستم. لو جمعت مع بعضه بقى وحايد وصفار اقدر اعبر عنها بقيمه فولت، 7 فولت 8 فولت 20 30 40 وهكذا، تمام؟ عشان بس بحاول اربط لك الدنيا ببعضها، ماشي؟ خلاص خلصنا. نيجي للتايم انترفال مود، نيجي للتايم انترفال مود، ده واضح من اسمه ان هو بيقيس فتره زمنيه، بيقيس فتره زمنيه ما بين رقمين، ما بين او ما بين حدثين، ما بين اثنين ايفنتس مثلا، حصل حدث وبعد كده حصل حدث ثاني، فالفتره الزمنيه بينها ما بين دي ودي. يعني مثلا انا عايز الفتره، انا مثلا جراج مثلا بيفتح، انا عايز الفتره الزمنيه ما بين ما بدي ستارت للجراج لحد ما الجراج يفتح توتالي على بعضه، تمام؟ الفتره الزمنيه ما بين دي وده اللي هو زمن الفتح بتاع الجراج، يعني الجراج بيطلع كده، تمام؟ فانا عايز زمن الفتح بتاع الجراج او البوابه دي، تمام؟ طيب ده بيشتغل ازاي؟ بص هتلاقي نفس الكلام اللي هو ايه زي ما اتفقنا، الجنب ده كله هتلاقيه تقريبا واحد، اللعب كله في الناحيه الثانيه. هنا عندك على الاند جيت ثلاثه، ستارت ستوب وكلوك، ستارت وستوب وكلوك. طب ده هيقيس ازاي الفتره الزمنيه؟ الكلوك فوق اهي ترين اوف بالسز، الكلوك دايما بيبقى غالبا ترين اوف بالسز، الستارت 0 1 والستوب 0 1 برضه، الستارت بيبدا 0 تمام عند لحظه معينه ادي بالس او يشتغل الستارت بتاعي اهو، عند لحظه معينه يشتغل الستارت بتاعي. الاند جيت تشتغل امتى؟ الاند جيت لو جاي لها، لو جاي لها ثلاث وحايد، واحد من الستارت وواحد من الستوب وواحد من ايه وبلصايه من الكلوك، تشتغل تطلع نتيجه، تمام؟ هتخرج مين؟ هتخرج البلس، هتخرج البلس بتاعت الايه؟ بتاعت الكلوك. طيب ازاي بقيس تايم انترفال بقى ما بين الستارت والستوب؟ بص معايا على الرسمه اللي تحتها دي، انا عندي الكلوك اهي، انا مش هخرج ايه هندسه اتفضل تقول ايه؟ مهندس تقول ايه؟ بس فصل عندي من اول التايم انترفال ده. طيب بسيطه امرها سهل، امسح بس الحاجات اللي احنا عملناها. بص يا باشمهندس، التايم انترفال ده بيقيس فترة زمنية ما بين حدثين، فترة زمنية مثلا عايز اقيس مثلا الفترة مثلا بشوف غلاية مثلا، غلاية مية، تمام؟ فأنا عايز أشوف من بداية التشغيل لحد ما المية تغلي الفترة الزمنية بتاعتي قد إيه؟ عايز أقيس الفترة الزمنية من لحظة الستارت، البويلر اللي في البيت عشان أنت بتدوس عليه وبعد كده هو بيفصل لوحده، الفترة الزمنية من ساعة ما بيفصل، بيفصل إمتى؟ لما المية تغلي، تمام؟ توصل لدرجة حرارة مثلا 90 أو 100، تمام؟ فالفترة الزمنية بين الستارت والستوب اللي هو حصل، الفترة الزمنية بتاعت البويلنج بتاع المية مثلا، حاجة زي كده. فأنت عايز تقيسها الفترة الزمنية دي، بس طبعا كديجيتال أنت عندك الإنبوت بتاع الأند جيت، إحنا قلنا كل اللعب بيكون في حتة، اللعب كله في المودز كلها اللي جاية في الحتة، تمام؟ داخل الأند جيت، هو داخل الأند جيت اللي بيفرق معاك، حتى الرسومات أمرها مش صعب في الحفظ بتاعها، هو كله بيلعب في الإيه؟ في الدخل بس، تمام؟ عندك ستارت وستوب وكلوك، تمام؟ الستارت ده سويتش 1 و0 والستوب ده سويتش 1 و0 والكلوك، تمام؟ الخارج اللي هيطلع على الاند جيت هو مين؟ هو الكلوك. الكلوك دي ترين اوف بالسز كده، الكلوك دي ترين اوف بالسز كده باينه هي عندك اهي، تمام؟ طيب اللي هيخرج بقى على خارج الاند ده امتى يطلع واحد او امتى يطلع بلصايه بمعنى اصح؟ يخرج بلصايه من بتاعت الكلوك امتى؟ لما يبقى عندك واحد واحد وهيد بالس، تمام؟ الهيد اللي هي دي اللي اقصد بيها هيد بالز، بلصايه يعني على بعضها، تمام؟ هيبقى عندك بلصايه هنا في الكلوك وحايد على الستارت والستوب. طيب ده انا هقيس بيه ازاي بقى ده؟ بص معايا، بص على الرسمه اللي تحت، ادي الكلوك بتاعتي، تمام؟ ترين اوف بالز، تمام؟ الستوب اوريدي مطلع واحد اصلا، هيفضل مطلع واحد لحد ما انا ادوس ستوب، يعني هو الاصل بتاع الستوب مدي واحد والاصل بتاع الستارت مدي زيرو، تمام؟ فالستوب الاصل بتاعه واحد والستارت الاصل بتاعه زيرو، تمام؟ لحد ما انا اقول بقى ستوب فدي اشاره فيعكس، تمام؟ واقول ستارت فدي اشاره فيعكس،
فالستارت هيعكس لما ادي الاشاره هيبقى واحد، والستوب هيعكس لما ادي الاشاره. تمام، دي الفتره الزمنيه مثلا تي 1 تي 2. انا عايز اقيس الفتره الزمنيه دي، يبقى انا عايز النمبر اوف بالسز دي بس اللي تخش على الكاونتنج، اللي تخش على الكاونتر. طب واحد يقول لي طب ما ايه قبلها دول؟ انت عندك مثلا سير مثلا خط انتاج شغال، فانت عايز تعد حته وقت معين، جزء معين في خط الانتاج مش كله. تمام، فده كله البلصات اللي خارجه على خط الانتاج، بس انت عايز تقيس فتره زمنيه معينه فيه. تمام، واحد يقول لي طب ما الاول ما كنتش دخلت على البلصات دي وخلاص، انا يعني ليه حبكه معايا اشغل من الحته دي للحته دي؟ لا، بتبقى بحتاجها في حاجات معينه. تمام، طيب فانا هاجي عند اللحظه دي ادوس ستارت، بقى عندي دوست ستارت. يعني ايه دوست ستارت؟ غيرت من زيرو لواحد. معنى كلمه دوست ستارت غيرت من زيرو لواحد، اصبح واحد، والستوب اوريدي واحد اصلا، والكلوك واحد مع واحد مع الكلوك. اهو ركز معايا كده، نمسح بس الحاجات دي. اخر واحده دي الاول، واحد وواحد على الاند جيت مع الكلوك، يبقى يخرج لك دول، يخرج لك الحبه دول. معلش اللي سرحت، يخرج لك الحبه دول اهم. ده الخارج بتاعك الاول بتاع الاند جيت اهو. تمام، قدرت اخرج البلصات دي، بعد كده ادخلها على كاونتر واقيسها بقى. يبقى الفتره الزمنيه بتاعه الحدث حصلت ما بين تي 1 وتي 2 هم الشويه دول بس، اعدهم بقى اعرف التايم بتاعهم كام، احول من ديجيتال تو انالوج، وانالوج تو ديجيتال، والحاجات الحوارات اللي احنا خدناها قبل كده. تمام، طيب خلاص الفتره الزمنيه خلصت، انا عايز اقيسها، ادوس ايه؟ ادوس ستوب. ادوس ستوب يعني ايه؟ اغير حالته اخليها صفر، اغير حالته اخليها صفر، فاصبح بعد كده صفر في الحته دي، صفر اهو الحته اللي هي بعد الخط الاحمر دي. بقى عندك واحد وصفر والكلوك، واحد وصفر والكلوك ما يشتغلش عشان دي اند جيت. الكلوك اوريدي تمام، الستارت تمام، بس الستوب بقى بصفر، فالاند جيت ما تشتغلش. تمام، فهنا بقيس فتره زمنيه. فمثلا قلت لك اشرحها لي باي طريقه معينه، الرسمه واضحه جدا وتوضح الدنيا كلها. تمام، طيب ده التايم انترفال ازاي؟ بيريود مود، البيريود مود بقيس برضو فتره زمنيه. تمام، بس عن طريق ان انا بعمل مين، اتحكم في مين الجيت. تمام، بتحكم بطريقه ثانيه عن طريق الجيت بتاعي. انا هنا عندي كلوك، تمام، وعندي انبوت سيجنال بدخلها على فليب فلوب. تمام، بدخلها على فليب فلوب. الجيت حسب مين الفريكوانسي اعلى بقول الجيت مين. تمام، ففي الغالب بشغل ده الجيت، بشغل ده هو النمبر اوف بالز بتاعته تبقى اقل عشان يبقى هو الجيت. معنى اصح الفريكوانسي بتاع الانبوت بقلله على قد ما اقدر عشان اشغل ده الجيت، والخارج بتاعي يبقى جاي من الكلوك. تمام، بحيث احنا اتفقنا ان الفريكوانسي هو ايه؟ ان على تي، نمبر اوف بالسز بير سكند. فلو جبت التي في طرف ده اللي انا عايز احسبه، انا عندي النمبر اوف بالسز وعندي الفريكوانسي اللي داخل، عارف كام بالس بير سكند. تمام، اعرف اجيب التايم بتاع البيريود بتاعي. اخر واحد هو الافرج مود، ده كلمتين عليه كده معلوش رسمه يعني. الافرج ده بقيس الافرج ايه بتاع الميجرمنت، مثلا لو عندي اربعه ميجرمنت بقيس الافرج ما بينهم عامل ازاي، كام كم. تمام، بس الاجزاء بتاعت الالكترونيك كاونترز. اخر حاجه الايرور اللي ممكن تحصل في الكاونتر، دي اخر حاجه في البرزنتيشن، الايرور اللي ممكن تحصل في الكاونتر، فيلد بلس اور ماينس كاونت ايرور، ده اول نوع ايرور. يعني عندك انواع من الايرور اصلا موجوده. تمام، اول نوع البلس اور ماينس كاونت ايرور ده. تمام، البلس اور ماينس كاونت ايرور يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان بناخد عند منتصف كل فتره عشان ابدا اعد، صح مثلا؟ تمام، طيب لو انت واخد الفتره بتاعتك، بص اللون الاخضر ده، بص اللون الاخضر ده. تمام، مشكله البلس اور ماينس دي ايه؟ المكان اللي بتبدا تعد من عنده، المكان اللي بتبدا تعد من عنده. يعني مثلا خليك في الاخضر ده. لو انت اصلا شغال على الاسود لحد الاسود مثلا، ركز معايا كده، من الاسود ده للاسود ده، مالكش دعوه بالاحمر خالص. بس نلغي الايه الهايلايت ده، واحده امسح كل حاجه جيبها كليزر بوينت. بص من الاسود ده للاسود ده عندك كام بلصايه؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 بلصات، صح؟ من الاسود ده للاسود ده عندك 7 بلصات. حلو، طيب نفرض بقى ان الاسود ده حصل فيه نسبه ايرور واتشفت شويه لورا،
تمام؟ انا هتكلم عن تشفيت لورا وتشفيت لقدام، بس خلينا نشوف الاول التشفيت لورا اللي هو الاحمر ده. فاصبح معاك انت دخلت في الكهف الايه في البلصايه اللي قبلها، فيتعد معاك بلص زياده، يتعد معاك بلص زياده، اصبح بدل ما كان الكاونتر هيعد 7 اصبح بيعد 8 بلص، بيعد 8، خدت اخر حته من البلص اللي قبلها فعد لك بلصايه. تمام؟ ليه الفكره كده؟ ليه الفكره كده؟ لان انت شغال في الكاونتر على مين يا جماعه؟ حد يجاوبها لي كده، ليه دي حصل كده؟ يعني ليه لما شفت واحده قبل اتعدت بلصايه؟ طيب خلينا نكمل وبعد كده نسال السؤال ده تاني. لان انا شغال على النيجاتيف النازل ديكي تحت. بالظبط، على النيجاتيف ايدج اللي شغال على الفليب فلوب، معظم الكاونتر شغال بالفليب فلوب، فشغال عن ايه؟ على الداون ايدج، على الداون ايدج يا جماعه. فلما دخلت البلصايه قبلها فحصل داون ايدج فتعدت. تمام؟ نفس الكلام هيحصل الناحيه الثانيه في الازرق بقى. لو انا الخط الاسود ده اتشفت حته لورا، اتشفت حته لورا، تمام؟ ما خدتش البلصايه كلها. يبقى هنا الصوت فتح المايك لو سمحت، فتح المايك. تمام؟ انا هنا خدت حته قبل، خدت حته قصدي من البلصايه اللي قبلها. طب هنا لو البلصايه نفسها انا كنت المفروض اعدها بس ما خدتهاش كلها، خدت حته قبلها، تمام؟ فالداون ايدج ما ظهرتش، فالنمبر اوف بالسز هيقل واحده، نمبر اوف بالسز هيقل واحده. ففي مشكله تحصل ان ساعات مثلا ممكن البتاع يحصل الكاونتر يحصل فيه تهنيجه كده، انه ايه ياخد حته من بلصه قبلها فتعدي بلس بلص. يعني انا المفروض الصح 7 بلص، الاخضر هيتعدوا 8، طب الاخضر ما ظهرش وحصل الازرق دوت هيتعدوا 6، هيتعدوا 6. تمام؟ لانك انت ما ظهرش داون ايدج معاك. ليه اللعبه دي كلها بتحصل؟ عشان انت حته الداون ايدج انت شغال عليها في الفليب فلوب. تمام؟ ده البلس اور ماينس كاونت تايم بيز ايرور. ده جاي منين؟ بالكلوك سيجنال، لازم التايم بيز بتاعها يكون مظبوط. يعني ايه؟ مجرد تعرف الكلمتين دول عشان ما نتعمقش قوي في حته الديجيتال، فانا مش محتاج تعرف اكتر من كده. ان التايم بيز بتاعها لازم يكون اي تغير فيه لازم يكون بحدود، يعني التغيرات الكبيره بتعمل حاجه اسمها التايم بيز ايرور اللي هو السيجنال، اللي هي النمبر اوف بالس بمعنى اصح. ما التايم يعني يعبر عن الفريكونسي، تمام؟ والفريكونسي لما يختلف ياثر على عدد البلصات، تمام، بتاع الكلوك بتاعتي. فانت مثلا لو متوقع السيجنال بتاعت الكلوك مخرجه مثلا 1000 بلس، خرجوا مثلا 90، هتاثر على القرايات بتاعتي. تريجر ايرور، تريجر ايرور، ساعات بيكون في نويز، ساعات بيكون في نويز في السيجنال. يعني ايه؟ انت عارف الفليب فلوب بيشتغل على الداون ايدج، تمام؟ طيب الهيد الكبيره ديت دي الايه؟ السيجنال الاصليه بتاعتي، السيجنال الاصليه بتاعتي اللي داخله على الايه؟ على الايه؟ على التريجر بتاعي. في عندي نويز. يعني ايه نويز؟ في حصل شويه ويفز دخلت في السكه انا مش عايزها، ما كانش متوقع انها تظهر اصلا، تمام؟ فالنويز دي عملت لي بلصات صغيره كده اللي هي الاخضر دي، شغال على الداون ايدج. تلاقي بدل المفروض كان الفليب فلوب يغير وضعه فين او يغير الستاتس بتاعته فين، هنا يغير وضعه وهنا يغير حالته. مع ظهور النويز دي بقى الفليب فلوب هيغير هنا كمان وهيغير هنا، فيحصل ايرور معاك اللي بيسموه تريجرنج ايرور، تمام؟ نتيجه وجود نويز جوه الكاونتر نفسه، تمام؟ فده بيعمل لك مشكله الفليب فلوب، هيحصل ايرور في الاوبريشن بتاعه في الكاونت بتاعه، تمام؟ النويز دي نتيجه السيجنال اللي هي الصغيره الاخضر دي، السيجنال دي ما كانتش المفروض تبقى موجوده فظهرت. نتيجه ايه بقى؟ مش مشكله، ما تشغلش دماغك النويز دي نتيجه ايه، المهم ان في عندك نويز في السيجنال. السيجنال ظهر فيها ايه؟ شوائب او شويه بلصات صغيره كده. البلصات دي هتعمل لك داون ايدج، والداون ايدج هيخليك الفليب فلوب يشتغل، فعمل ايه؟ ايرور في الاوبريشن او فولس اوبريشن او فولس اوبريشن، تمام؟ اخر جزء من المنهج ان شاء الله بتاع ديجيتال تو انالوج انسترومنت او اللي هي ديجيتال، تمام؟ تمام. حد عنده اي اسئله فيه؟ حد عنده اي اسئله؟ سمعت المحاضره يا دكتور صح؟ حد عنده اي اسئله؟ دكتور دي اخر محاضره؟ الجزء ده يا دكتور معلوش مسائل صح؟ عليه او ما عليهوش؟ لا، ممكن اجيب لك مسائل في الجزء الاولاني الديكيت كاونت. لا انا اقصد اقصد على الجزء ده يا دكتور اللي حضرتك خلصته ده. مش سامع، بتقول حضرتك ايه؟ المحاضره بتاعت النهارده يا دكتور كلها صح ما فيهاش مسائل. لا
ممكن اجيب لك مسائل يا حبيبي، ايه المشكله؟ ممكن اجيب لك مسائل على الديكيت كاونتر، على الديكيت كاونتر. الديكيت ده اللي في الاول، اللي في الاول دي صح، اللي بتاعت الرسم البياني ده اللي هو ظاهر قدامك ده اهو، ديكيت كاونتر ده ممكن اجيب لك عليه مسائل وارد جدا عادي. ده ممكن اجيب لك عليه مسائل، ايه المشكله؟ الجزء الثاني حتى لو اسالك نظري مش شرط اجيب لك، اقول لك اشرح وخلاص زي ما اتفقنا، ان ممكن اجيب لك تشوز مثلا مع الجاستيفاي توضح لي ليه الجاستيفاي يكون عليه درجه اعلى من التشوز، خد بالك من الحته دي. تمام؟ طيب مين عنده اسئله ثانيه؟ دكتور اتفضل. هي المساله تبقى عباره عن ان احنا نرسم الرسمه يعني اللي في الجنب ديت اللي هي بتاع البلصات ديت، ممكن لو ديزاين مثلا، او ممكن اقول لك ارسم لي الرسمه اللي هي اللي على الشمال اللي على اليمين ديت على رسم بياني. تمام ايوه، ما انا بسال حضرتك على كده، اصل ما فيش مثلا قوانين نحط عليها مثلا مسائل وكده. لا يعني كارقام مش هجيب لك قوي يعني، بس كارقام ممكن اعد لك اللي تحت بقى اللي هي الارقام دي، الارقام دي تمام اه اللي هي 001 و010 و0 الحاجات دي بالظبط، اللي هي الحاجات اللي تحت دي. تمام تمام. فدايما ما تحاولش تحفظ، حتى لو في حاجه اللي هي ايه زي ما بيسموها انتوا عندكم دش، لا دش مش مطلوب دش، تبقى فاهمه. تمام، يقول لك ده شويه دش، يعني ايه دش؟ المقصود بالدش اللي هي ايه، احفظ وكر في الامتحان وخلاص. لا الهدف مش كده، لان مش شرط اجيبها لك كده. تمام؟ انا شرحت، فالمطلوب تكون فاهم مش تكون حافظ، والا كنت قلت لك الكلمتين دول اقراهم وحطهم في الامتحان وخلاص. انا قعدت اشرحهم ليه؟ كان ممكن اقول لك الكلمتين دول انا عايزهم هم زي ما هم كده، لو جبتهم لك في امتحان سكور لي نوعين او اشرح لي نوعين، وارد اجيب لك حاجه زي كده اقول لك اشرح لي نوعين. الهدف من السؤال ده ان انا انجحك، مش هرخم عليك يعني. تمام، مش هقول لك اكتب كتير، ده الامتحان كان طويل. ما هو طويل، ما انت عايز اعمل لك ايه يعني؟ لا انت راضي بان انا مثلا اجيب لك امتحان فيه تفكير، ولا انت راضي اجيب لك امتحان دش زي ما انت عايز. تمام، فلو جه اسئله مثلا اتفقنا مثلا، لا مثلا لو عندك مثلا 35 درجه مثلا، قول مثلا 20 منهم هجيبهم لك حاجات في مستوى الطالب كويس الطبيعي يعني، اللي هو بيحضر وماشي معايا مثلا حاجه زي كده، اقول له مثلا اشرح لي نوعين مثلا من الايه، من الالكترونيك كاونترز دي. تمام، فتمسك انت نوعين تدشهم، تقول تطلع تقول الامتحان صعب، الامتحان طويل. ما طويل انت اعمل ايه؟ ما هو مفيش حل، يا اجيب لك حاجه سهله دش، يجيب لك انا هجيب كده وكده يعني. في اسئله مثلا مش هتحط فيها قلم، فانت هيبقى عندك وقت للاسئله الثانيه، ودي حاجه كويسه برضه. ما تحملوش هم ان شاء الله خير، بس النهارده اهم حاجه الوقت الساعه 10 الامتحان هيبدا. الامتحان عليه 5 درجات، هو غالبا هياخد 10 دقائق. تمام، ستارت الامتحان وتوكل على كده وذاكر كويس، بسيطه ان شاء الله ما فيش مشكله يعني. انا هقيس، في ناس هتعرف تحل يعني، في حاجات سهله مش صعبه يعني. تمام، شوف الحتت اللي ممكن تتسال فيها تمشي ازاي، او اقرا يعني، اقرا كويس وركز كده الدنيا كانت ماشيه ازاي، وهيبان من النتيجه، هيبان من النتيجه. ولو اني مش عارف مش متوقع خير يعني، وما تحاولش تغش، صدقني مش هتعرف تغش. انا بقول لك مش هتعرف تغش، انا عارف حوارات الغش بتاعتكم، الجروبات بتاعت اللي بتصور على السؤال وتبعته ايه، تشيروا مع بعض الاسئله. تمام، ده مش هيحصل، مش تعرف، لان كل سؤال فيه منه 50 سؤال يعني، الموديل الواحد فيه منه 50 سؤال، فاللي هيجي لك غير اللي هيجي نسبه 1 في المليون انها تحصل. تمام، فما تعملش معاك على غش خالص، تكون جاهز معاك على حاسبه. تمام، معاك على حاسبه جاهزه جنبك، معاك ورقه وقلم مجهزهم جنبك عشان تحتاج، لو احتاجت تحسب حاجه. تمام، يبقى انت مجهز كده ورقه وقلم وآلة حاسبه معاك وانت داخل الكويز، تحتاج تحسب حاجه، احتجت اي حاجه تحسبها آلة حاسبه، تبقى معاك الآلة حاسبه. تمام، الدنيا مش محتاجها خلاص. تمام، عشان بس ما توقفش. كم درجه الكويز؟ الوقت قليل، الوقت مش كبير، الوقت محتاج تكون فاهم وبتنجز. تمام، وما تحاولش تغش، وما تحاولش تكر في البرزنتيشن، مش هتلحق، بس مش هتلحق. عنده سؤال يتفضل تاني. كويز بكام درجه دكتور؟ كويز بخمس درجات، بس ده هيبين لي حاجه ثانيه قدامي يعني، هيبين لي مستوى عامل ازاي يعني. هو صعيب خمس درجات فمش فارقه قوي يعني، بس هيبين لي مستوى الناس عامل ازاي على اول طيب 3 محاضرات بس يا دكتور. بس واحد واحد يتكلم، اتفضل. على اول 3 محاضرات بس؟ على اول 3 محاضرات بس، ما جبتش المحاضره دي في حاجه. اللي عنده اسئله ثاني؟
طيب خلاص تمام، توفيق ان شاء الله. واللي عنده اي حاجه